النهاردة عايزين نتكلم أكتر عن حوار الزلازل اللي بتحصل كل فترة، وكل فترة بيطلع عالم طبعا زي ما عرفنا فرانك هوجربتس، اللي دايما بيبقى فيه ليه توقعات زي ما حصل في المغرب وزي ما حصل في تركيا، زلزال تركيا وسوريا برضو قبل كده، واكتشفنا قبليها أنه كان عمل تويتة وقال فيها أنه هيحصل زلزال في منطقة كذا، هيحصل زلزال في منطقة كذا، والزلزال يتراوح بين كذا وكذا درجة يعني. وبعد كده شفنا انه حقيقي حصل ده وما كانتش مجرد توقعات. ما نقدرش ننكر انه ايوه اكيد في علم ممكن يوصلنا لده، واكيد في ناس من خلال الخبرات بتاعتهم ممكن يتاكدوا من ده زي العالم فرانك. ولكن الجديد دلوقتي انه فرانك عامل تويتر قال فيها انه احتمال كبير انه يحصل بفلسطين الحوار ده، وانه احتمال كبير قوي انه يحصل فلسطين زلزال قريب. والناس اتقسمت بين ناس متعاطفين جدا مع اهالينا في فلسطين، وطبعا طول الوقت بيقعدوا يقولوا انه يا ربي يا ربي رحمتك، احنا مستنيين الغمه دي تخلص على خير باذن الله، ولكن هل يعقل انه يحصل زلزال؟ وفي ناس تانيين حقيقي انا اتفاجئت من الكومنتس بتاعتهم انه يمكن لو حصل زلزال فيبقى ارحم من القصف ومن الدمار ومن الحاجات اللي بتحصل عندهم، ممكن العالم كله يرحمهم والدول تتعاطف معاهم اكتر عشان دي حاجة من ربنا، دي حاجة ابتلاء من ربنا هيحصل. فعشان كده الناس متفاجئة ومش عارفين ايه اللي هيحصل. وعشان نعرف ده خليني في الاول بس التويتر دلوقتي زي ما بتظهر قدامنا على الشاشة هقرأ لكم التويتر، هترجم لكم التويتر زي ما قال فرانك، انه على العالم ان يجبر اسرائيل على وقف هذا الجنون بصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. سيكون لهذا القصف في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة، طبعا كبير يقصد على طول البحر الميت، سيؤدي القصف الى تسريع حدوث الزلزال. يعني هو يقصد انه عشان نتيجة القصف اللي بيحصل ده الغير عادي واللي مش راضي ان هو يتوقف، فده ممكن يسبب لحدوث زلزال في المنطقة نتيجة القصف ونتيجة التدمير. وبس قبل ما ياخد مداخلة مع دكتور محمود الحديدي اللي هيوضح لنا هل ده حصل ولا لا، بس عايز افكركم انه برضو مارك قبل كده كان كتب في تويتات على تويتر انه بنشوفه دايما ان هو متعاطف مع القضية الفلسطينية، فمرة كتب حاجة لفتت نظري انه اذا كنتم ما زلتم تعتقدون ان هذا الصراع يدور حول مكافحة الارهابيون فالارهابيين فانتم مخطئون. فمنذ عام 1948 كان الهدف دايما بيتعلق بترحيل الفلسطينيين. بنشوف هنا قد ايه هو متعاطف مع القضية الفلسطينية على عكس ناس كتير قوي اوروبيين واجانب. واكد انه اسرائيل عمدت منذ سنوات طويله الى طرد الفلسطينيين بشكل غير قانوني من اراضيهم الاصليه، وده موقف صراحه يحترم.